صباح الخير طلاب الأعزاء، نكمل موضوع الديزاين. أخذنا شلون من عندنا منطوق سؤال ونحوله إلى ستيت دايجرام، والستيت دايجرام شلون حولناه إلى دائرة سيكوينشال، أو النوع الآخر اللي أخذناه إنه مباشرة منطيني ستيت دايجرام وشلون حولناه إلى دائرة سيكوينشال حسب ما مطلوب من عندنا من نوع الفليب فلوب المستخدم، اذا كان تي او جي كي او اس ار او دي فليب فلوب. قبل ما نخلص موضوع الديزاين ونبدي بموضوع الكاونتر، بس عندي موضوع بسيط راح ناخذ عنه مثالين، واتمنى انت تحاول ان تاخذ الحالات الاخرى، وهو التحويل فيما بين نوع انواع الفليب فلوبس. يعني لو كان انت مثلا عندك جي كي فليب فلوب ولكن تريد ان تستخدم اس ار فليب فلوب، فشلون؟ فهذا هو التحويل فيما بين انواع الفليب فلوبس. فعندنا المثال الاول اللي هو حول جي كي فليب فلوب الى اس ار فليب فلوب. يعني شنو؟ يعني اللي عندي هو جي كي اريده يشتغل او يؤدي اداء الاس ار فليب فلوب. الخطوة الأولى بالديزاين أجي أكتب الـ Excitation Table، يعني أكتب الـ Q of T والـ Q of T زائد واحد، اللي هو مثل ما قلنا أما صفر يبقى صفر أو صفر يصبح واحد أو واحد يتحول إلى صفر أو الواحد يبقى واحد. ركزوا ياي رجاء. الآن أجي العمود اللي يمه أخلي نوع الفليب فلوب المطلوب تصميمه، فهنا هو من هو SR، فأجي أخلي SR. نتذكر بالSR إيش عندي؟ بالصفر صفر صفر don't care، بالصفر واحد واحد صفر، بالواحد صفر صفر واحد، بالواحد واحد don't care صفر. وماكو داعي أراجع هذا الموضوع لأنه اشتقيت لكم شلون طلعنا الـ excitation table، أو أنت المفروض حفظته. الآن ما هو الـ flip flop المطلوب أو الموجود عندي؟ هو الجي كي، فأجي أخليه بالعمود اللي بعده. إذن كيو وكيو أوف تي يجي يمها عمود الفليب فلوب المطلوب تصميمه، ويجي يمه الفليب فلوب، هذا العمود الفليب فلوب اللي عندي، فاللي عندي هو من هو جي كي، فاللي هو بالصفر صفر هو صفر دونت كير، بالصفر واحد هو واحد دونت كير، بالواحد صفر هو دونت كير واحد، وبالواحد واحد هو don't care صفر. بعد ما كتبت التيبل أو الإكسايتيشن تيبل لل عندي واللي أريد أصممه، أجي أبسط كيف تتم عملية التبسيط بالشكل التالي. أجي الآن شو أسوي؟ أجيب بما أنه أنا عندي Q والموجود أو اللي أريده هو SR، ركزوا وياي. فإذا أجي أسوي كم كارنوف؟ اثنين، واحد للجي وواحد للكي. للجي أو للكي راح يكون بدلالة Q of T و S و R اللي هم أريدهم، وهذا اللي عندي. فإذا أجي أسوي كارنوف للجي، يعني كارنوف أبو الثلاث متغيرات. ليش ثلاث متغيرات؟ Q و S و R. اوكي نجي نباوع، وين عندي جي واحد؟ من يكون الكيو صفر الاس واحد والار صفر، اذا اس واحد ار صفر والكيو صفر، فهذا هو الواحد. ركزوا معي. نجي الان عندي دونت كير، وين؟ من يكون الاس صفر الار واحد والكيو واحد، فاذا اس صفر والآر واحد، هذا العمود لكيوش جيت واحد، إذن هي هذا. وعندي don't care وين؟ بالS don't care الآر صفر. شنو معنى الS don't care والآر صفر؟ يعني حالتين، حالة من الS صفر والآر صفر، فإذن هذا العمود بيصف Q واحد فهي هذا. وحالة الأخرى من يكون الS واحد والآر صفر، S واحد والآر صفر بهذا العمود والكيو قيمته واحد، فإذا هذا الدونت كير. أعيدها من جديد،
بما انه الاس دونت كير ار صفر، فاذا هاي تاخذ حالتين، حاله من الاس صفر والار صفر والكيو واحد اللي هي هذه، وحاله الاخرى اس واحد والار صفر والكيو واحد هذه. بعد ما مليت الكارنوف اجي اتبع خطوات الكارنوف او ملاحظات الكارنوف، وممكن اخذ ذول الخليتين سوى فش ينطوني اس ار بار. اذا جي هو اس ار بار. نفس الشيء اجي ارسم كارنوف جديد لثلاث متغيرات كيو واس وار، اوجد الكي. نجي نشوف الكي عندي دونت كير وين، اس صفر ار دونت كير والكيو صفر طبعا. الصفر R don't care يعني الصفر R صفر Q صفر، إذن الصفر R صفر Q صفر هذا. ويأخذ حالة أخرى الصفر R واحد Q صفر، الصفر R واحد Q صفر هياته. يعني هذه don't care مال K نزلت مرتين، مرة الصفر R صفر Q صفر هياته، ومرة الصفر R واحد Q صفر هياته. نجيش عندي بعد don't care وين S1 R0 Q0 S1 R0 هذا العمود Q0 هياته. عندي واحد بالS0 R1 Q1 S0 R1 هذا العمود لQ شقد قيمته واحد، إذن هياته هذا الصف. فهاي الخلية خلينا بيها هذا الواحد. من خلصت أجي أتبع ايضا ملاحظات او خطوات كارنوف، ممكن اخذ ذني الخليتين سوى فش تنطيني اس بار ار، هذا من هو هذا الكي. نجي الان هسه حتى نرسم الدائرة نتذكر اش عندنا احنا، الفليب فلوب هو جي كي، اذا يمتلك كيو وكيو بار ويمتلك جي وكي. هنا اش عندي الاس والار، اجي ما هي معادلة الجي، هي اس مع الار بار، فجبت الار دخلت على انفيرتر مع الاس على اند جيت فانطتني اس ار بار. ما هي معادلة الكي، هي اس بار ار، فهذا الاس جبت على انفيرتر انطاني اس بار هنا مع الار يدخلون على اند جيت ينطيني الكي اللي هو اس بار اند ار. فبالتالي هسه لو تشوف هنا ايش عندك، لو تشوف هنا هذا هو الجي كي، بس من اجي اباوع له منا، شوفه هسه هذا من اجي اباوع له منا ايش صار، صار هذا هو منو، هذا اس هذا ار وهذا الكيو هذا الكيو بار، اذا راح يشتغل شغل الاس ار، لكن هو بالحقيقة من منو متكون، من جي كي. بعد ما قمت باضافة هذني البوابات، على اي اساس اضفت ذني البوابات، على اساس التصميم اللي شرحته قبل قليل. اوكي نجي الان ناخذ مثال اخر ممكن اللي هو شي يقول بالمثال الثاني، يقول حول الدي فليب فلوب الى جي كي فليب فلوب. خلي ببالك يعني انا ايش عندي، عندي دي فليب فلوب، شريده يشتغل، اريده يشتغل شغل الجي كي فليب فلوب. يعني هنا اول نقطه تنتبه عليها انه الدي يمتلك واحد انبوت بينما الجي كي يمتلك اثنين انبوت. فاذا اجي قلنا نكتب الاكسايتيشن تيبل، صفر الى صفر، صفر الى صفر يبقى صفر، صفر الى واحد، واحد الى صفر واحد يبقى واحد. من هو اللي اريد اسوي، اريد اسوي جي كي، فاجيبه هنا الجي والكي. نعرف صفر صفر هو صفر دونت كير، صفر واحد هو واحد دونت كير، واحد صفر هو دونت كير واحد، وواحد واحد هو دونت كير صفر. العمود البعد منو اللي عندي، عندي هو الدي فليب فلوب، فاجي اخلي الدي فليب فلوب. نتذكر صفر صفر هو صفر، صفر واحد هو واحد، واحد صفر هو صفر، واحد واحد هو واحد. او نتذكر للسهولة بالتشابه بين البريزنت والنيكست يكون صفر، الدي هو نفس النيكست، فاذا نشوفه صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد.
ليش؟ لانه دي فليب فلوب. نجي الان اريد اني اعرف ايش يدخل للدي بدلالة الجي والكي والكيو او الكيو بار طبعا. فاذا اجي هسه معادلة الدي بدلالة منو؟ الكيو والجي والكي كم متغير؟ 3. اذا اسوي كارنوف للثلاث متغيرات، يعني كارنوف ابو 8 خلايا. فاذا خليت الجي كي بالاعمدة والكيو بالصفوف، لا تنسى 0 0 0 1 1 1 1 0. اجي اباوع وين عندي دي واحد؟ هذا هذا شو وقت يجي؟ 1 جي الكي دونت كير والكيو 0. شنو معنى 1 دونت كير؟ يعني ياخذ هذا حالتين، حاله من الجي 1 والكي 0 والكيو 0، جي 1 والكي 0 والكيو 0 هياته، وياخذ حاله ثانيه من الجي 1 والكي 1 والكيو 0، جي 1 والكي 1 هذا العمود، الكيو 0 هذا الصف. فاذا هاي الخليه، اذا هذا الواحد نزل مرتين بالجدول. نجي الان الى الواحد الثاني، ايضا هذا بش وقت من الجي دونت كير الكي 0 والكيو 1. شوف يا كيو دائما كيو بريزنت. فاذا هذه دونت كير 0 يعني 0 0 ويعني 1 0. فسناخذ 0 جي كي 0 والكيو 1 0 0 1 هياته، خليت 1 وتاخذ 1 0 1. ف1 0 1 هذا الواحد. اذا مع معنى هذا الواحد نزل مرتين، ليش؟ لان مره 1 0 والكيو 0 ومره 1 الجي والكي 1 والكيو 0. وهذا الواحد ايضا نزل مرتين، مره من الجي 0 والكي 0 والكيو 1 هياته، ومره من الجي 1 والكي 0 والكيو 1 1 0 1 هياته. بعد ما مليت كارنوف اجي اتبع خطوات كارنوف، ممكن اخذ ذولا الخليتين سوى، ذولا تحت يا عمود واقعين جي يا صف كيو بار، اذا جي كيو بار. هذه الخليه مع هذه الخليه ممكن اخذهم سوى، ذولا واقعين تحت يا عمود كي بار يا صف كيو، فاذا كي بار كيو. بعد ما وجدت معادله الدي اللي هي جي كيو بار اور كي بار كيو، اجيش اسوي؟ ارسم الدائره. احنا قلنا الموجود عندي هو منو؟ دي فليب فلوب. هذا الدي فليب فلوب ارسمه، يمتلك 2 اوتبوت كيو كيو بار، ويمتلك 1 انبوت هو الدي. الان انا شريد ابني جي كي، اجي الان ما هي معادله الدي؟ يعني شنو معادله الدي؟ يعني ايش راح يدخل للدي؟ كيو بار جي، فاجيب الكيو بار مع الجي يدخلون على اند جيت يطلع لي جي كيو بار، وعندي الكي بار كيو، فاذا اجيب الكيو هذا الكيو. هاي شوف التعبيره حتى العبور، معناه انه هذا الخط ما متقاطع وياه، جبته ويا كي بار، اذا الكي ادخله على انفرتر احصل كي بار. الان كي بار ويا الكيو بيناتهم اند، فدخلتهم على اند جيت. الان هذا ينطيني جي كيو بار، هذا ينطيني كي بار كيو، شنو اللي يربط بيناتهم؟ اور، فدخلتهم على اور جيت وصلت الى الدي. لو تباوع الان هنا، هذا هو من تباوع من بعيد، منو من تباوع من بعيد؟ هو عباره عن هياته، هذا منا هذا. شوف هسه هو من تباوع عليه من الخارج، شي شبي عندي 2 انبوت جي وكي، وعندي 2 اوتبوت كي وكيو كيو كيو بار. اذا هذا دا اشوفه من بعيد هو منو؟ هو جي كي فليب فلوب، بس هو بالحقيقه بداخله شنو؟ بداخله دي فليب فلوب، وهذه الانت والانفرتر والاور، حتى خليت الدي فليب فلوب يشتغل كجي كي فليب فلوب. اتمنى منكم يعتبر لك هوم وورك لنفسك، مثلا جيب الدي شغله تي، جيب الدي شغله اس ار، جيب الجي كي شغله دي، جيب الجي كي شغله تي، جيب الجي كي شغله اس ار،
جيب التي شغله دي، يعني سوي كومبينيشن بحيث كل فليب فلوب من هذه الانواع الستاندرد اللي عندك تقدر ان تشغله بالانواع الاخرى. واضح؟ فهذا هو الجزء الاول من محاضرتنا لهذا اليوم.